ونبدأ مرحلة المسابقة العلمية. السؤال الأول في العربي بيقول: من نص حب الوطن: وما يرفع الأوطان إلا رجالها، وهل يرتقي الناس إلا بسلمي؟ هل يرتقي الناس إلا بسلمي؟ ده أسلوب استفهام، غرضه إيه؟ هل غرضه التمني؟ هل غرضه النفي؟ هل غرضه التعجيز ولا التسوية؟ 30 ثانية بدأت من دلوقتي. هو لما يحذف الذي يستفهم لأنها بحرف لا مثلاً، ولا يتأكد أو شو لما تستكمل جملة. إجابتنا غرض النفي. الإجابة هي أسلوب استفهام. أنتوا قلتوا غرضه النفي. دي أول 5 درجات في المسابقة. مهند، القرار ده كان بالإجماع ولا كان فيه شك؟ طبعاً بالإجماع. طبعاً بالإجماع. ليه طبعاً؟ سؤال سهل؟ أيوة. كلكم عارفين الإجابة. أيوة، غير يعني إن إحنا متفوقين. إجابة صحيحة، 5 درجات. سؤال المنارة مودرن سكول، وهو كمان من نص حب الوطن. السؤال بيقول: ألم ترى أن الطير إن جاء عشه فآواه في أكنافه يترنمه؟ ألم ترى؟ هنا أسلوب استفهام غرضه النفي، التشويق، التقرير، أم الاستبعاد؟ 30 ثانية والوقت بدأ. معانا 5 درجات للفتح، ولسه السؤال هنا لمنارة مودرن سكول. سما بتقول لي هيجاوبوا، لكن سما لسه في وقت. عايز احنا اجمعنا ليها. اجمعتوا وعارفين الاجابه. اسلوب استفهام غرضه التقرير. غرضه التقرير. ايه رايكم مهند؟ لا. اجابه صحيحه؟ اجابه صحيحه و5 درجات. أول سؤال في العربي بادئ بقوة من الفريقين، 5 درجات هنا و5 درجات هنا. هنشوف الدراسات هتعمل معاهم إيه. السؤال لمدرسة الفتح. السؤال بيقول: القرار بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967 صدر من الولايات المتحدة ولا مجلس الأمن ولا عصبة الأمم ولا الجامعة العربية؟ قرار انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 67 طلع القرار ده من أنهي جهة؟ منارة مودرن سكول، انتوا كمان فكروا في السؤال، معاكوا 30 ثانية لو الفتح معرفوش الإجابة. اتفقنا ان الإجابة هتبقى مجلس الأمن. مجلس الأمن. واستبعدت بقية الاختيارات ليه يا مهند؟ عشان صدر القرار من مجلس الأمن بالانسحاب. وقتها كان مجلس الأمن تابع للأمم المتحدة ولا كانت لسه اسمها عصبة الأمم؟ كانت اسمها أمم المتحدة. أمم المتحدة. طبعاً أنت كان معاك 4 اختيارات، أنت اخترت الاختيار الثاني اللي هو مجلس الأمن، وكمان كان معاك الفريق الاحتياطي تقدر تستعين بيه. ولسه كان في وقت كمان، يعني الوقت ما كانش انتهى، بس انت قررت انك تروح للاختيار التاني. طب تعالوا نفكر سوا مع بعض، القرار ده صدر، قبل ما نقول هو صدر من انهي جهة، هو القرار ده كان رقمه 242. القرار دوت كان عليه جدل كبير، حد فيكم عارف الجدل ده؟ دي من هو رفض إسرائيل تنفيذ القرار مع موافقة مصر يعني؟ رفض بقى إسرائيل ليه؟ خلي بالكوا القرار دوت والأحداث اللي هو مرتبط بيها من ضمن الحاجات اللي غيرت مجرى التاريخ. أحياناً بنقول كده إن في حدث معين ممكن يغير مجرى التاريخ وله أهمية كبيرة جداً. القرار ده كان من ضمن الأحداث دي، حصل عليه خلاف كبير. لما صدر القرار صدر بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، خلي بالكم معايا الأراضي المحتلة. التفسير الإنجليزي بعد كده للنص القرار كان بيقول الانسحاب من أراضي محتلة من غير ألف ولام التعريف. شايفين قد إيه ألف ولام ممكن تفرق
في الالتزام بالقرار او الالتفاف على القرار او محاوله عدم تنفيذه. وده يقول لنا ان الحرب دايما مش بس اللي بتحصل في الميدان، الحرب فيها تكتيك، الحرب فيها مناوره، فيها تشغيل للعقل وللدماغ، وفيها جانب كبير قوي المناورات اللي بتحصل في الاروقه الدبلوماسيه. انتوا قلتوا ان القرار صدر من مجلس الامن، ودي بالفعل اجابه صحيحه، 5 درجات. 10 درجات لمدرسة الفتح في مقابل 5 درجات هنا المنارة مودرن سكول. لكن هم كمان لسه معاهم السؤال اللي جاي في التاريخ. السؤال بيقول: أهم المنظمات الإقليمية التي تعتبر من إنجازات ثورة يوليو 1952، الجامعة العربية ولا دول عدم الانحياز ولا الوحدة الإفريقية ولا الأمم المتحدة؟ ايه من المنظمات دي كان من انجازات ثورة يوليو 52؟ 30 ثانية والوقت بدأ. طب ينفع سؤال تاني؟ السؤال بيقول، وده من وقتكم، اهم المنظمات الاقليمية التي تعتبر من انجازات ثورة يوليو 52، الجامعة العربية، دول عدم الانحياز، الوحدة الإفريقية ولا الأمم المتحدة؟ والوقت قرب ينتهي. سما، الوقت خلص. الوحدة الإفريقية. الوحدة الإفريقية. كان في شك حاصل وسط الفريق وسمعاكم بتقولوا منظمة إقليمية. خدتوا القرار ده بناء على إيه؟ في جامعتين اقليميتين اللي هي الجامعه العربيه والوحده الافريقيه منظمات اقليميه، فاحنا خدنا دي الوحده الافريقيه لانها كانت بعد انتحارات الدول الافريقيه من الاستعمار. واعتبرت ان الامم المتحده منظمه دوليه تقصدي. انت اشرتي هنا لحاجه مهمه وهي فكره التحرر من الاستعمار. افريقيا طبعا قاره افريقيا عانت من الاستعمار على مدار سنوات طويله، وكان في جهود كتير لتوحيد الرؤية السياسية والمواقف السياسية لدول أفريقيا. الإجابة الصحيحة هي الوحدة الأفريقية. سؤال التاريخ، كل فرقة من الفرقتين أجابت عليه بطريقة صحيحة، وده يوصلنا لمرحلة التعادل، 10 درجات لكل فريق. ونروح لأسئلة العلوم. سؤال العلوم لمدرسة الفتح بالفيوم بيقول: عند إضافة محلول كلوريد الحديد أصفر باهت على محلول هيدروكسيد الصوديوم عديم اللون، يتكون محلول كلوريد الصوديوم عديم اللون ورواسب من هيدروكسيد الحديد بني محمر طبقا للتفاعل FeCl3 plus 3NaOH يؤدي إلى 3NaCl plus FeOH3. قياس معدل سرعة التفاعل عن طريق: الاختيار الأول اختفاء الراسب البني المحمر وظهور اللون الأصفر الباهت، ظهور اللون الأصفر الباهت لمحلول ظهور الراسب البني المحمر، الاختيار الثالث اختفاء اللون الأصفر الباهت ظهور الراسب البني المحمر، والاختيار الرابع ظهور الراسب البني المحمر وظهور اللون الأصفر الباهت. تفضلوا الإجابة. الوقت بدأ. كلوريد الحديد الأصفر الباهت، يبقى اختفاء الأصفر الباهت وظهور الأحمر اللي هو هيدروكسيد الحديد، صح؟ الوقت بيمر. مدرسة الفتح عايزين 5 درجات بتاعة سؤال العلوم. معاهم 10 درجات، لكن سؤال العلوم مهم. مهند، فاضل 5 ثواني والوقت انتهى. اتفقنا ان الإجابة تكون رقم 3، اختفاء اللون الأصفر الباهت وظهور الراسب البني المحمر. الإجابة رقم 3، اختفاء اللون الأصفر الباهت ظهور الراسب البني المحمر. حسن، انت مش متأكد. متأكد. كلكم متأكدين؟ متأكدين. ودي بالفعل إجابة صحيحة. سؤالكم بيقول يا سما:
اختر العبارة الصحيحة فيما يتعلق بقانون أوم: صالح لجميع المواد الموصلة، صالح لأي ظرف بغض النظر عن درجة الحرارة، ولا يجب أن تكون درجة الحرارة ثابتة للتحقق من القانون، ولا لا شيء مما سبق. 30 ثانية والوقت بدأ. وانتوا كمان فكروا في السؤال، لو ما عرفوش هديكم فرصة للإجابة عليه. السؤال بيقول: اختر الإجابة الصحيحة فيما يتعلق بقانون أوم: صالح لجميع المواد الموصلة، صالح لأي ظرف بغض النظر عن درجة الحرارة، يجب أن تكون درجة الحرارة ثابتة للتحقق من القانون، ولا لا شيء مما سبق. دي اختياراتكم. منارة مودرن سكول، الوقت انتهى. الإجابة اللي هي يجب أن تكون درجة الحرارة ثابتة لتحقق القانون. الإجابة الثالثة. إجابة صحيحة، 5 درجات. في فرصة للفريقين دلوقتي ان هم يبدلوا لاعب من الفريق لو حاسين ان هو هيكون افيد بالنسبة لهم في المرحلة القادمة، وهيقدر يساعدهم على اجتياز اسئلة المعلومات العامة، خصوصا ان احنا في المراحل الاخيرة من الدور الثاني.